بلحن بصري وهمة عراقية عشرون يوما تفصل الجماهير العربية عن العرس الخليجي الذي يحيي نبضه العراق بكرنفال رياضي هو الأهم في الخليج ينطلق خليجي 25 بعد أيام قليلة من كأس العالم الذي أحيت فصوله الدوحة لتحيي البصرة فصول بطولة عربية خليجية طال انتظارها في السادس من كانون الثاني اذا تحل المنتخبات الخليجيه ضيفه على البصره ضيفه على العراق في خليج 25 بعد ان اعلن اتحاد الخليج الجدوله الرسميه لمباريات المجموعه الاولى في ملعب البصره الدولي الذي يتسع ل 65 الف متفرج تضم مباريات المجموعه الاولى العراق وعمان والسعوديه واليمن والتي تقام على ملعب البصره الدولي. أما ملعب الميناء الأولمبي فقد اعتمد مسرحا لمباريات المجموعة الثانية. نجاح ملف خليجي 25 لا يقتصر على جانب الاستعدادات الرياضية كتجهيز الملاعب وحفل انطلاق البطولة، بل هناك جانب أكثر أهمية والذي يمثل نقطة الشروع بتحقيق الهدف المنشود بدءا من محطة وصول الدول المجاورة إلى مطار البصرة لغاية تواجدهم داخل الملاعب الرياضية. اذن يتعطش العراقيون لاحياء نسخه من نسخ بطولات الخليج الكرويه على ارض البصره بعد ان عصفت بالعراق اوراق الحرمان الرياضي لكنها صوره تتجول في شوارع العراق بنكهه خليجيه خالصه تقول للزائرين الخليجيين والعرب خليجنا واحد